السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، يا رب تكونوا بخير. بالنسبة اللي بيتفرج عليا لأول مرة ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة يفعل الجرس على الكل عشان يوصل له كل جديد، كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال، وكل ما يخص الترددات الفضائية على جميع الأقمار، وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له. مباراة قوية جدا جدا هتجمع المنتخبين المصري الأولمبي مع منتخب البرازيل في إطار ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 المؤجلة من العام الماضي. وصل منتخب مصر الأولمبي إلى دور الثمانية بعد فوزه على منتخب أستراليا وحصوله على المركز الثاني ضمن المجموعة الثالثة من الأولمبياد. وأيضا منتخب البرازيل يأتي في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط. تقام المباراة بين منتخبين مصر والبرازيل يوم السبت الموافق 31/7/2021 في تمام الساعة 11 ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 12 ظهرا بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 1 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة والعراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين، و12 ظهرا بتوقيت الإمارات العربية. وفي تغطية حصرية جاب لحضراتكم أهم القنوات اللي هذه المباراة بالمجان. أول أمر معنا الأمر المال سات موجود عليه بين إكسترا 1 ومن إكسترا 2 موجودين على تردد 12604، معدل الترميز 27500 والخطبة اتش أو هوريزنتال أو أفقي. 12604 معدل الترميز 27500 والخطبة اتش أو هوريزنتال أو أفقي. وايضا قناة بين سبورت المفتوحة اللي بتعمل من المجان موجودة على تردد 11054، معدل الترميز 27500 والخطبة اتش او هوريزنتال او افقي. تاني امر معانا هو الامر الازر سات، موجود عليه قنوات ادمن وقنوات استمال تي في على تردد 11175، معدل الترميز 27500 والخطبة اتش او هوريزنتال او افقي. تالت امر معانا الامر الياهسات، موقع 52 درجة شرق موجود عليه قنوات فوتبول وقنوات فيريزيتش موجودين على تردد 11785، معدل الترميز 27500 والقطب اتش او هوريزنتال افقي. 11785 معدل الترميز 27500 والقطب اتش او هوريزنتال افقي. وايضا بالنسبه للقمر التركي موجود على قنوات تي ار تي وتي ار تي سبورت، لهم 3 ترددات 11096، معدل الترميز 30000 والقطب اتش او هوريزنتال افقي. والتردد الثاني 11958، معدل الترميز 27500 والقطب في او فيرتيكال او راسي. واخر تردد بيعمل بنظام الاتش دي 11054، معدل الترميز 30000 والقطبيه في او فيرتيكال او راس او عمودي. يعني بسهوله جدا جدا هتقدر تتفرج على مباراه مصر والبرازيل في اطار ربع نهائي الاولمبياد طوكيو العام 2020 المؤجله من العام الماضي، ومن خلال احد القنوات اللي انا ذكرتها لحضراتكم او الاقمار المجانيه اللي انا ذكرتها لكم. مع اطيب التمنيات للمنتخب المصري بالتوفيق، وتمنيات الجمال والشهاده ممتعه، واشوفكم على خير في حلقه ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.